السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس مختلف وحاجة جديدة ربما بتشمل كل اللي إحنا اتكلمنا فيه عن قبل كده. يا ترى إحنا ليه درسنا المد؟ يا ترى إحنا ليه درسنا الويل كنترول؟ يا ترى إحنا ليه درسنا المشاكل زي الستاك بايب وغيرها؟ يا ترى درسنا ليه الاسمنت والكيسنج المد؟ الامور دي كلها درسناها ليه؟ عشان في الاخر نوصل لحاجه واحده، وهو ايه هي؟ الويل بلاننج. دلوقتي يا جماعه انا عايز اعمل اخطط بير من A to Z، يعني من اول ما يبقى في مرحله ان هو لسه على الورق لحد مرحله ان هو في الانتاج، لحد بعد كده كمان مرحله لو انا بفكر ان انا بعمله اباندنت او هقفله، لازم يكون كل ده في اعتباري. ايه هي الكونسيدريشنز اللي بتتاخد؟ وخد بالك اي تكلفه بتتكلفها الشركه واي ديزاين بيتعمل فهو بناء على البير. يعني باختصار شديد بتوع الريزرفوار لما بيجي يخططوا يقول لك مثلا على سبيل المثال احنا عايزين في المكان ده او في الطبقه ديت ما بتنتجش كويس، فاحنا محتاجين نحفر بير معين في الجزء ده مثلا علشان نعمله كووتر فلادنج او كووتر انجكشن مثلا او وات ايفر، يعني واخد بالك؟ فبالتالي حتى هو لو احنا هنحفر، يعني حتى لو هو البير مش بغرض الانتاج او بس بغرض مثلا ان احنا نضخ ميه او نحقن ميه، فالغرض نفسه في حد ذاته عشان ازود الانتاج، عشان اعمل بروفيت في الاخر، عشان اعمل اجيب فلوس. فالريزرفوار والهندسيه الانتاج الكلام ده كله، كل الناس دي بتخش معايا في الويل بلاننج. عشان كده هو الويل بلاننج ده بيمثل سياسة شركة او بيمثل الخطة بتاعت الشركة بشكل عام. طيب خلينا نخش في المضمون. بنقول ان الويل بلاننج اوبجكتيف، ايه هو الهدف ان انا اتعلم الويل بلاننج؟ يعني انا ليه انا بدرس لك ويل بلاننج او ليه انت بتدرس الويل بلاننج معايا؟ اولا علشان الغرض من الويل بلاننج بشكل عام ان انا اعمل برنامج to formulate a program from many variables that has the following characteristics. يعني انا بعمل برنامج، هعمل برنامج بيتكون من كذا حاجه، بيتكون من الدقاقات، من الكيسنج، من الاسمنت، من المد، من الويل هيد، من المواسير اللي هتنتج بعد كده، من كل حاجه. خلاص البرنامج اللي انا بعمله ده بيتكون من الفاريبلز دي، بس لازم يخضع او يحقق ثلاث حاجات. اول حاجه البرنامج اللي انا هعمله ده لازم يحقق لي في الاخر ان البير ده يتحفر بشكل سيف، سواء اذا كان سيف على الناس او اذا كان امن برضو على المعدات. يعني لازم يكون سيف على الناس وعلى المعدات وعلى البيئه وعلى الامور دي كلها. اول حاجه سيف. ثاني حاجه مينيمم كوست، اللي هو يتحفر البير باقل تكلفه. طيب انا هعرف الكلام ده واقلل في التكلفه ازاي؟ كل ما عملت دراسه احسن كل ما التكلفه ما قلت، كل ما بذلت مجهود اكبر شويه كل ما التكلفه ما قلت، كل ما جمعت داتا اكتر وخدت فاريبلز اكتر وحتى ممكن صرفت في بعض الاشياء زي المض مثلا اكتر شويه هوفر مثلا مشاكل وبتاع، فاقلل المينيمم كوست ايه بتاعتي. يبقى تاني حاجه ان هو يبقى المينيمم كوست. ثالث حاجه ان البير بتاعي يبقى يوزابل. يعني ايه الحكمه ان انا احفر بير وفي الاخر ما اعرفش استخدمه؟ يعني على سبيل المثال انا لو حفرت بير ونزلت الكيسنج مثلا برودكشن كيسنج بتاعتي 7 انش مثلا، 7 انش على سبيل المثال، وجيت انا مثلا لقيت ان الطبقه اللي تحت دي بتنتج وليكن 6000 برميل ولا حاجه في اليوم، هاجي انزل لها مثلا ببمب عشان اسحبها. البمب مثلا ال 6000 ولا حاجه بيبقى القطر بتاعها حوالي 6.2 ولا حاجه، مش هعرف انزل بيها في المواسير اللي هي الكيسنج دي، فبالتالي اصبح البير مش يوزابل. يعني انا حفرت بير بمينيمم كوست ماشي سيف اوكي، ولكن مش يوزر مش عارف استخدمه، فمشكله كبيره قوي. طب ايه التاني بقى؟ لو انا برضو حفرت بير وطلع في الاخر ديبليتد، في منطقه ديبليتد، فهو ان يوزابل، يعني مش مستخدم او مش هستفيد منه بحاجه. فيبقى دايما زي ما بنقول اهو الاوبجيكتيف او الهدف من ان انا اعمل ويل بلاننج ان انا اعمل فورميوليت لبروجرام، يعني احقق برنامج من بارامترز عديده او فاريبلز عديده اللي في الاخر بتعطي بقى سيف ومينيمم كوست ويوزابل زي ما قلنا، ولكن بيبقى بقى في بعض الكونسترينز بتعوقك. يعني انا مثلا عايز احقق الثلاثه دول، ولكن في حاجات بتعوقك زي ايه؟ زي الجيولوجيا بتاعت المنطقه. انا مثلا على سبيل المثال بحفر ففي جزء معين فيه شيل، الجزء ده ممكن يتطلب ان انا اضطر ان انا انزل له كيسنج لوحده
او لاينر مثلا ولا حاجه، فبالتالي لما انزل له كيسنج زودت في الكوست شويه مثلا، او في المنطقه دي لوسز فتزود معايا في المد او ما الى اخره او الحاجات دي كلها. تاني حاجه الدريلنج اكوبمنت، يعني ايه؟ يعني انا سيب مثال مثلا انا بحفر في بير هاي بي هاي تي ويلز، فمؤكد ان الاكوبمنت اللي هستخدمها مثلا بير وليكن مثلا وليكن الريزرفوار بتاعه 8000 بي اس اي ولا 10000 بي اس اي مثلا، فانا الاكوبمنت بتاعتي اللي هستخدمها فوق لازم تكون عاليه يعني 15000 ولا حاجه، كذلك في الاوفشور والحاجات دي كلها، فبالتالي الكوست بتاعها بيبقى اعلى وكامكانيات. يبقى انفورشنتلي زي ما قلنا في كونسترينز زي الجيولوجيا والدريلنج اكوبمنت والتمبريتشر والكيسنج ليميتيشن والهول سايزنج والبادجت والكلام ده كله. طبعا البادجت يعني ممكن يقول لك ايه، والله احنا كشركه واخدين بادجت السنه دي ولكن كام مليون ان احنا نحفر بهم مثلا كذا بير، فانا ممكن ساعتها طيب بنقول اهوت في عشان تحفر بير يا جماعه بشكل كويس في عندك ثلاث حاجات لازم تاخدهم في اعتبارك، ودول ذا موست كريتيكال ايتمز. يبقى ذا موست كريتيكال ايتمز ان ويل بلاننج ار ايه، اللي هم عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات رئيسيه. اول حاجه سيلكشن للكيسنج بوينت، لازم اعرف انا عند دبس كام بالظبط اختار الكيسنج ليه، لان ممكن والله في الدبس ده يكون مش مغطي منطقه مثلا فيها ديفرنشال ولا حاجه، او في الدبس ده ممكن في منطقه مثلا تكون فيها لوسز ولا حاجه ما اكونش انا مغطيها، او امور كتيره جدا. فسيلكشن بتاع الكيسنج بوينت دي نقطه في غايه الخطوره لازم اخد بالي منها جدا. تاني حاجه سيلكشن اوف ماد ويت، لان ده هو ده اللي بيامن لي الويل كنترول بتاعي اللي هو السيلكشن بتاع الماد ويت. الوزن بتاعي لو كان قليل ممكن اخد ويل كنترول ايشو، ولو كان عالي ممكن يعمل لي ديفرنشال ستيكنج، فلازم اخد بالي من نقطه الاثنين دولت اول اللي هو السيلكشن للكيسنج بوينت بتاعتي، ولازم برضو الماد ويت بتاعي ابقى مختاره بعنايه وعارف الوزن كام علشان ما يحصليش مشاكل. ثالث حاجه ودي اخطر حاجه من وجهه نظري selection of drilling fluid type and parameters. يا جماعه اكتر مشكله ممكن تقابل الناس، مش عشان ان انا كنت مود انجينير قبل كده لا، بس فعلا انت لو صرفت شويه زياده في drilling fluid عشان تعمل حاجه نظيفه وعشان تعمل كويسه هتلاقي نفسك فرقت معاك، مفيش مشاكل بتحصل معاك في البير، التريبات بتاعتك كويسه، الامور ماشيه كويسه جدا، هتلاقي هكذا. اذا يعني بعض الاحيان انا بستغرب مثلا نبقى بنحفر فتلاقي معاك تورك، تيجي تقول للناس يا جماعه تعالوا نحط شويه لوبريكانت، فيجي يقول لك لا ده غالي. طب ما هو التورك اللي احنا بنعمله ده ممكن يعمل لي تويست اوف، ممكن يعمل لي مشكله اصلا، ممكن معطل الحركه بتاعتي، مقلل الار او بي، انا لو حطيت شويه اللوب دولت هيفرقوا معايا. فبتلاقي هنا بقى المشكله ان الناس بتفكر ان انت لما تدفع اكتر في الطفله ان ده حاجه بتخسرها، بالعكس ده هي بتوفر معاك في امور كتيره جدا. ثانيا اي مشكله هتحاول تحلها يبقى سلاحك الاول في حلها هو الطفله، سواء كانت المشكله دي من الفورميشن فانت لازم تعالج تختار دريلنج فلويد مناسب، سواء كانت المشكله دي حتى من الطفله نفسها فبتتعالج بالطفله، حتى لو البير نفسه فيه مشكله حصلت وليكن الكي سيت ولا اي حاجه من الحاجات دي اضطر برضو تعالجها بالطفله وتحط لوبريكانت وتقلل الكلام ده كله. اذا دريلنج فلويد يا جماعه ده اختياره حاجه في غايه الاهميه ان لم يكن هو اهم واحد فيهم. فدول ثلاث حاجات نركز عليهم واحنا بنعمل ويل بلاننج، تمام؟ فبنقول لو so spending more time in drilling fluids program will give a great result or give great results and avoid a lot of problems. زي ما اتكلمنا ان انا لو صرفت شويه وقت زياده او ركزت شويه وقت زياده في الحاجات دي وصرفت فلوس اكتر كمان عليها هتلاقي نفسك بتحل مشاكل اكتر، وتلاقي بالتالي الار او بي يعلى، وتلاقي من بير لبير بتتحسن والامور بتبقى افضل. ده تشارت معمول اهوت بيقول لك الويل كوست والويل بلاننج ايفورت. كل ما انت ما بذلت مجهود اعلى عشان تعمل الويل بلاننج مظبوط كل ما الكوست بتاعتك ما ايه؟ مقلل. يعني لو انت مثلا بذلت شويه غير لو بذلت الضعف هتلاقي الكوست طبعا بينزل بشكل اكسبوننشالي زي ما انت شايف بالمنظر ده، فطبعا حاجه مهمه قوي. ليه انا بقول الكلام ده يا جماعه والعوامل دي كلها مع بعض؟ عشان في الاخر اوصل ان انا احسن البيج سيتر ده اهو. انا بقول لك مثلا البير وليكن هنا مثلا في الجزء الاولاني بنعمل الدرايف بايب، بعد كده بحفر السيرفيس هول لحد مثلا ديبس وليكن 3000، بسيت واعمل اسمنت للسيرفيس كيسنج، وبعد كده بحفر ده مثلا وليكن خده 10 ايام مثلا يعني على سبيل المثال، بعد كده مثلا بحفر انترميديت هول وخد لحد 20 يوم يعني خد 10 ايام لوحده،
وهكذا استك. في مثلا نقط ممكن تحصل فيها ستاك بوينت مثلا او ستاك باي عند نقطه معينه، فبنعمل لها سبوت او غيره او كده، وبعدين نفك او هكذا الوقت ده كله، بحيث ان انا اوصل لاحسن بيج سيتر هنا وابدا احسن فيه مع الوقت. انا اشوف المشاكل اللي بتحصل معايا، يا ترى كانت حصلت في ايه؟ يا ترى هل الكرو بتاع البريمه ما كانتش كويس؟ هل الايكوبمنت كانت بتفلير باستمرار؟ هل المنطقه نفسها فيها ستاكات كتير وكده؟ فبالتالي اعالج بالطفله بشكل احسن او كده، بحيث ان اوصل لاقل كوست، وبرضه في نفس الوقت ان انا سيف، وفي نفس الوقت ان انا بحقق التارجت بتاعي. فبنقول هو بالنسبه للسيفتي، بنقول السيفتي شود بي ذا هايست بريورتي ان ذا ويل بلاننج، ده لازم تكون اعلى حاجه، عشان كده دايما بنقول سيفتي فيرست او سيفتي فيرست. بنقول بيرسونال كونسيدريشنز ماست بي بليزد ابوف اول اذر اسبيكتس اوف ذا بلان. بمعنى يا جماعه ان انا ايه؟ لازم الناس اللي شغاله يبقى السيفتي بتاعها دي الاولويه رقم واحد. اي حاجه ثانيه ممكن ما تبقاش مهمه، انما الاولويه بتاعت البيرسونال سيفتي دي حاجه بتبقى في غايه الاهميه بتاعتنا يعني. خلاص؟ طيب بنقول ايه كمان يا جماعه؟ بنقول ال في بعض الاحيان in some cases the plan must be altered during course مثلا drilling the well when unforeseen drilling problems endanger the crew. يعني في بعض الاحيان مثلا على سبيل المثال انا بحفر في منطقه ومعروف ان المنطقه ديت عند الطبقه الفلانيه مثلا ما فيش اي مشاكل، كانت طبقه عاديه وديبليتد وما فيش اي مشكله فيها. فجاه مثلا حصل لي اندر جراوند بلو اوت مثلا في بير كنت حافره على مسافه 3 4 كيلو منها، فحصل مايجريشن الغاز تحت، فجيت احفر في البير ديفلوبمنت الجديد فحصلت معايا مشكله. فانا لازم اخد في اعتباري ان بعض الاحيان انا بغير في البلان اكوردنج للي بيحصل، اكوردنج للحاجات اللي انا بقابلها. In some cases the plan must be altered او لازم تتغير during the course of drilling according للحاجات اللي بتظهر. بنقول اهو the well plan must be designed to minimize the risk of blowout and other factors that could create a problem. زي ما قلنا قبل كده حكينا معاكم ان مثلا ممكن يحصل مشكله بلو اوت ولا حاجه لو انت ما خدتش بالك منها. بنقول على سبيل المثال مثلا يعني زي ما قلنا اهو الديزاين بتاع البير يعني لازم انت تتجنب مشكله البلو اوت، ان انت تختار الكيسنج بوينت مظبوط عشان يغطي لك الحته اللي فيها مثلا هاي بريشر زون او ديبليتد زون على سبيل المثال. كمان برضو نوع الطفله ووزنها والكلام ده كله، فلازم ان البير يبقى مصمم لهذا الغرض يعني. بنقول this design requirement must be adhered to vigorously all in all the aspects of the plan. يعني موضوع السيفتي والديزاين ده لازم يشمل كل جزء من البلان، يشمل الايكوبمنت، يشمل الناس، يشمل الخطط بتاعهم، التدريب بتاعهم، الكلام ده كله. حتى بعض الشركات بتحسن من ادائها وتلاقي يقول لك مثلا السيفتي في الشركه الفلانيه ده صعب شويه، لا ده اللي بعدها اصعب، ده مش عارف فين اصعب وهكذا، لان كل شركه بتبقى يهمها الناس بتاعتها والايكوبمنت بتاعتها وما يتسجلش عليها ان هي بتعمل حوادث اثناء الحفر. طيب تاني حاجه بقى زي ما قلنا المينيمم كوست. احنا بنقول يا جماعه بقدر المستطاع نقلل الكوست ازاي؟ بعض الشركات تقول لك والله انا هحفر السيرفيس هول بميه، ماشي طالما ما فيش حاجه شيل او غيره او كده. بعضها يقول لك احفرها بالاير، واخد بالك انت لو هو اندر بالانس مثلا لو ما فيش مشاكل. بعض الشركات الثانيه تقول لك والله مثلا انا هستخدم في الفيرست سكشن ده دقه يكون ري ران، يعني استخدم مره قبل كده ولا مرتين ما فيش مشكله طالما الفورميشن لوز وتساعد ما فيش مشكله خالص. فاحنا بنقول دايما كل الناس بتسعى ان هي طبعا تقلل الكوست بقدر المستطاع، ولكن ده ما يكونش على حساب السيفتي. يبقى مينيمايز ذا كوست اوف ذا ويل وذاوت جيبردايزنج ذا سيفتي اسبيكت، يعني بدون ما يختل او ما يتعارض او ما يضحي بالسيفتي اسبيكت بتاعتك. طيب It's not noble to build steel monuments in the name of safety if the additional expenses is not required. يعني في بعض الاحيان بتلاقي الناس بتخنق الشغل بموضوع السيفتي زياده عن اللزوم، اللي هو مثلا ممكن تبقى الامور ماشيه كوي في الرينج معقول واكوردنج للاي بي اي، لا تلاقي ناس بتبالغ قوي في الموضوع وتعطل في الوقت، فده بتلاقيه ان هو ممكن يزود عليك الكوست على الفاضي يعني. ثالث حاجه بنقول لازم يكون يوزابل هولز. فبنقول لو دريلنج ا هول تو ذا تارجت ديبث از نوت كومبليتلي ساتسفاكتوري اف ذا فاينل ويل كونفيجريشن از نوت يوزابل. زي ما قلنا اهو لو انت في الاخر الفاينل كونفيجريشن ده مش يوزابل، زي ما قلنا مثلا انا على سبيل المثال البير ده متوقع انه ينتج 6000 برميل وهنزل له ببامب مثلا وليكن اس 6000 ان ولا حاجه،
فلازم اعمل في حسابي ان لازم القطر بتاع البامب ده يكون الكيسنج بتاعتي 90 في الاخر، ما انزلش مثلا ب 7 انش او ما انزلش مثلا ب 5 انش ولا حاجه تبقى مشكله، لكن اعمل حساب ان هو مثلا 9 5 8. تقول لي طب والله ما 9 5 8 ده ممكن انا اعمله مثلا في سيكشن واخلي الاخر فيز دي مثلا وتكون 7 انش، او ممكن لو انا هعملها كلها كبرودكشن يبقى اضطر اغير نوع البريمه. اقول لك مفيش مشكله بالنسبه لي، لكن في الاخر ليه؟ لان الحاجات دي كلها بيسميها كابيتال كوست، يعني انا في الاول خالص بدفع لمب صم كده على بعضها، تكلفه البريمه تكلفه مش عارف ايه الكلام ده كله كابيتال كوست على بعضها، انما في النهايه خالص بجيبها بقى بالاوبريشنال كوست ديت، بجيب الريفينيو بتاعي خلال الانتاج كبير. كل ما كان انتاج كبير عالي كل ما قدرت ان انا اجيب فلوسي بدري اسرع، فبالتالي اعمل في حساب ان البير يكون يوزابل في النهايه. No, no, the whole diameter should be sufficiently large so an adequate completion can be made، زي ما احنا حكينا قبل كده ان الكومبليشن في الاخر ده لازم يبقى الهول بتاعك متظبط ان هو يسع الكومبليشن في النهايه. بنقول كمان the whole or producing formation is not irreparably damaged، يعني ايه؟ يعني وليكن مثلا انا حفرت بير وجيت في الفورميشن زون وعجنت الدنيا، قعدت اضخ جنك واضخ برايت واحط حاجات غريبه كده بوظ، عملت دامج للريزرفوار زون، جيت انتج مش عارف انتج، طب خلاص اصبح انيوزابل. يعني انا دلوقتي جيت احفر حفرت بير يا فرحتي وفي الاخر مش عارف اطلع اللي موجود، يبقى انا كده خسرت كل حاجه، واخد بالك؟ فعشان كده بقول لما نصرف فلوس اكتر على الطفله، بدل ما استخدم برايت مثلا استخدم كالسيوم كربونيت، بدل ما استخدم مثلا جرافايت از مثلا الماتيريال اللي هي مثلا زي الشيل والحاجات دي، استخدم مثلا بولي اماين على سبيل المثال، يعني حاجات بالشكل ده، بدل ما استخدم مثلا لوب تعبان مثلا زي اللوب 167 مثلا، استخدم لا راديا جرين، يعني حاجه انضف، فهحافظ على الفورميشن ما يحصلهاش دامج، فبالتالي انت اقدر انتك ساعتها من غير ما يحصل عندي مشكله بالنسبه لي. طيب بنقول بقى ايه هو الكلاسيفيكيشن اوف ذا ويل تايب، اي انواع الابار او انواع الابار اللي احنا بنعملها. بنقول عندك ذا دريلنج انجينير از ريكوايرد تو بلان فرايتي اوف ويلز انكلودنج ذا فولوينج. اول حاجه ممكن يكون وايلد كات ويل. وايلد كات ويل يعني ده باول بير اتحفر في المنطقه. خلاص؟ ثاني حاجه اكسبلوراتوري هول. اكسبلوراتوري هول يعني ده حضرتك بير استكشافي انا بعمله علشان استكشف بيه المنطقه هنا. ثالث حاجه ستيب اوت، يعني عامل زي الستيب اوت اللي هي والانفيل اللي هي الابار الديفلوبمنت، يعني اللي هي الستيب اوت والانفيلز اللي هي ابار الديفلوبمنت. الري انتري بقى اللي هو حضرتك لما تخش في المالتي ناتشورال اللي هو المالتي لاترال ويلز، ده الري انتري دايما كده حضرتك بيحصل ايه بقى؟ تلاقي الشركات المحترمه اللي عايزه توفر كوست تعمل ايه؟ تقول لك والله انا هجيب بريمه حفر كبيره تحفر لي السكشن لحد مثلا سكشن 8 ونص خلاص؟ وانا الريزرفوار بتاعي في سكشن 6 انش خلاص؟ طيب اجي انا في سكشن 6 انش لا احفر مثلا وليكن 10 مثلا وليكن 3 4000 قدم وهنزل فيه لاينر مثلا ولا حاجه 5 انش ولا حتى انتج اوبن هول، فحضرتك اقول لك ايه؟ لا انا خلاص هجيب بريمه بقى ورك اوفر تعمل هي جوب الري انتري ده، تخش وتحفر هي الري انتري ده وخلاص على كده خلاص. فبنقول اهوت ان هي الري انتري ليه؟ لانه بيوفر ككوست للبريمه وفي نفس الوقت هي امكانياتها تقدر تعمل سكشن 6 انش ده بسهوله، يعني لان طبعا بيبقى المواسير اخف والفوليوم بتاعها اللي هو السيستم اللي هو يستحمله بيبقى اقل وهكذا، فيقدر ان هو يشتغل بيها وبسهوله جدا. فده طبعا كله بالتوفيق. يبقى بنقول اهو ايه هو الوايلد كات؟ ده اسمه نو نون اور ليتل جيولوجيكال فاونديشن او فور ذا سايت سيلكشن، يعني بير لاول مره بنختاره. يعني اكسبلوراتوري ده عباره عن سايت سيلكشن بيزد اون سايزميك داتا ساتلايت سيرفي والى اخره، نو نون دريلنج داتا ان ذا بروسبكتيف هوريزون، يعني مفيش داتا معينه عن الحفر في المنطقه، هو بير استكشافي يعني خلاص، لكن بناء على مع انك معاك داتا من السايزميك والساتلايت سيرفي. الستيب اوت ده عباره عن ايه؟ دي لينيس ذا ريزرفوارز باوندريز دريلد افتر ذا اكسبلوراتوري ديسكفري سايت سيلكشن يوزد بيزد اون سايزميك داتا، يعني حضرتك بعد ما حفرت الاكسبلوراتوري وعملت بقى شغل ويل تيست عليه ممكن اقول لك في المكان الفلاني والفلاني 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 هنحفر ابار عشان نحوط الباوندريز بتاعت الريزرفوار بتاعتنا. الانفيل ده عباره عن دريلز ذا نون برودكتيف بورشن اوف ذا ريزرفوار سايت سيلكشن يوزد بيزد اون باترن ودرينج ريديوس اللي هو بتاعك اللي هو حضرتك بنسميها ابار الديفلوبمنت بتاعتنا. ري انتري يعني في اكزيستنج ويل زي ما قلت لك في بير ما اوريدي موجود لكن انا عايز اعمل ديبننج او سايد تراك او ري وورك او ري كومبليت او اي حاجه من الحاجات دي بحيث ان انا بجيب الماكسيمم بتاعه، زي بالظبط ابار المالتي لاترال،
هو بيحفر ويجي عند الطبقه الاخيره اللي هو 6 انش مثلا ولا حاجه، وياخد بقى مالتي لاترال يمين وشمال وشمال ويمين، فبيعمل ري انتري بعد ما يكون خلص البير مثلا ومشي من عليه او اي حاجه من الحاجات. طيب لحد كده، واتمنى يا رب اكون قدرت اوصل لكم الجزء الاول من الدرس النهارده. تحياتي ليكم، اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.